مرحبا مشاهدينا الأكارم. أعلن الإطار عن مرشحه المقبل لرئاسة الوزراء، مبتعدا عن مرشحي الصف الأول ليبدأ ماراثون تشكيل الحكومة التي يصر الإطار على أن تكون توافقية قح. هل سيمضي في مهمته حتى النهاية؟ هذه تساؤلات مهمة. ما هي العوامل التي تفضي إلى نجاح الحكومة في مهمتها؟ هل سيكون نصيب المستقلين والقوى المدنية هو الإقصاء، أم إنهم سيكونوا مجرد ديكور في حكومة أحزاب السلطة الكلاسيكية؟ هل سيتحول العراق إلى قمرة وربيع مثل ما يقولون في قادم الأيام، وتثمر أو تنهمر الأمطار وتخضر المزارع والسهول، أم سنحصد المزيد من الأزمات القادمة؟ ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، دعونا وإياكم نرحب بضيوف حلقة هذا اليوم من برنامج لعبة الكراسي. السيد رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، سيد فهمي مرحبا بك. وأيضا سيكون معنا النائب المستقل، سينضم إلينا قريبا عبر الأقمار الصناعية، السيد عدنان الجابري، وسينضم إلينا أيضا داخل الاستوديو على أمل أن يصل السيد رحيم العبودي عضو تيار الحكمة. جدد بك التحية والترحيب سيد فهمي. السؤال الأبرز اليوم المطروح بعد إعلان إطار التنسيقي ترشيح سيد محمد شاع السوداني لرئاسة الوزراء، هذا الموضوع خلاص انحسم، خلصنا من فجوة كبيرة، لو أكو بعد معرقلات تواجه السيد السوداني في هذه المهمة؟ تفضل سيد فهمي. تحياتي لك وضيوفك الكرام والمشاهدين الشرقية. طبعا اولا لازم ننتظر، هذا اجى ترشيح من قبل قيادات التيار، اقول قيادات الاطار، يبقى الاطراف الاخرى موقفها لعب دور كبير، يعني هسه ما ادري مستشارين كانوا عندهم مشارات اوليه لو لا ما ادري، على كل فاذا هاي ايضا محط مرحله لازم يعبرها يعني. اثنين، ما هي امكانيات وقدره السيد السوداني في ان يمضي قدما ويواجه التحديات الكبيره. احنا عندنا موقف، يعني عندنا راي اعتراضات على اليه وطبيعه الحكومات التي تتشكل وفق مبدا التوافقي، بغض النظر عن طبيعه الشخص. بمعنى السيد السوداني يعني شخصيه محترمه عموما يعني، واعتقد ربما هو ممكن افضل يعني من اكثر الشخصيات ضمن الاطار اللي ممكن أن تحرز في الدرجة من القبول الأوسع. ولكن إذا هذا المعادلة اللي حتنطبق على السيد السوداني وعلى كل شخص آخر اللي يصدر من خلال توافقية، هل هو يقدر يتحرك في مساحة أوسع خارج المساحة التي تحددها التوافقات القوى التي رشحتها؟ وهاي التوافقات هي شنو تقصد؟ يعني كل طرف بالقوى في الاطار كلهم عنده مصالح معينه وحدود معينه، واكيد يعني يجد يسعى لان تصان هذه المصالح او تحافظ على المصالح ناهيك عن زيادتها. فمن يصير توافق واللي يتجلى في التشخيص وبعد باش عقبه بالحصص بالوزارات والى اخره، فحددون هاي التوافقات تحدد المساحه المشتركه اللي تطمن مصالح الجميع. هذا فقط في داخل الاطار؟ لا، ايضا في القوى الاخرى. لا اولا هي توافقيه، هي اولا هم القوى الرئيسيه، هي اولا يعني. فاذا رئيس الوزراء اللي يرشحه من عندهم حيحدد مساحه معينه. هسه الان اذا هي توافق قوى اخرى ايضا عنده مصالح، فحتضيق المساحه، يعني عندك مساحه مع القوى الاطار. واذا الان رادوا ان يتوافقوا مع قوى اخرى، سواء تيار سواء القوى الكردستانيه او القوى الاخرى الاحزاب السنيه بقيسان، فاذا هؤلاء هم عندهم مطالب وهم عندهم حدود، فحتضيق القاعده. وها هي اشكاليه الحكومه التوافقيه. زين هذه المصالح، نجي على المهمات والتحديات اللي يواجهها رئيس الوزراء.
اليوم احنا البلد في ازمه عميقه مركبه، وهي ازمه اكبر بكثير من تشكيل رئاسه الحكومه للعلم. هي ازمه العمليه السياسيه كلها. اليوم البلد يعيش ازمه مركبه شامله للمنظومه السياسيه كلها كلها على كل المستويات، وتجلياتها مختلفه، معاناه الناس من جهه الحكومه، وبدي اشوف التصدعات العديده، علاقاتها الخارجيه، علاقاتها ويا الاقليم، كلها بها تشققات، واكو عمليه في جوانب من التحلل، تحلل المنظومه كلها وانقسامات في داخلهم. هذه الان هو شلون حيقدر يواجهها؟ انه اولا لازم يواجه مشاكل الناس. مشاكل الناس، اساس الناس تعرف المعاشيه، الموازنه، الاموال، البطاله الى اخره، والخدمات. اثنين انا بس اريد اقول اثنين حيواجه القضيه الاساسيه، قضيه الفساد اللي هو عائق الاكبر. ما هي قدرته على مواجهه الفساد، علما انه هاي المساحه اللي اقولها اللي محدده له كل، يعني نعرف ان الفساد الان مستشري واكيد ممتد الى كثير من الاطراف السياسيه بشكل اخر هي طرفيه، فهل يقدر يواجهها؟ خلي هذه الملفات ارجع نتحدث بها مع حضرتك المحترم بعد ما توجه بالتحيه والترحيب للنائب المستقل السيد عدنان الجابري. سيد الجابري مرحبا بك. مرحبا بكم، حياكم الله. حياك الله. المستقلون، ما هو موقفكم من الاخبار الأخيرة فيما يخص ترشيح سيد محمد شجاع السوداني؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك موقف واضح للمستقلين، وهي المبادرة التي أطلقت من قبل المستقلين، ومضمون المبادرة معروف ومتداول في وسائل الإعلام، وأيضا متداول في أروقة الكتل السياسية. مبادرة المستقلين كانت تنص على أن يمنح المستقلين حق تسمية رئيس مجلس الوزراء، ويمنح هذا الشخصية المكلفة، تمنح هذه الشخصية المكلفة الصلاحية الكاملة والمساحة الكبيرة لاختيار كابينته الوزارية دون تدخل القوى السياسية ودون إملاءات على هذه الشخصية. وقدمنا مرشحا لرئاسة الجمهورية بعد أن رحبت الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي، أو أغلب الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي رحبت بمبادرة المستقلين وقالت هاتوا مرشحكم لرئاسة. بخصوص المبادرة هذا المعلم، لكن ما أخذت المبادرة الصدى والمدى الواسع والكبير على الأرض السياسية؟ مو استهداف للمستقلين أو تقليل من شأن المبادرة، كل الاحترام، لكن يعني فقط حديث. أنا أتحدث عن موقف واضح وصريح. موقفكم فقط المبادرة؟ ما هي السياسة فن الممكن، وانت تشوف الساحة السياسية العراقية متقلبة بين ساعة وأخرى. أنتم كيف ترون الأحداث والأخبار الأخيرة فيما يخص اسم السيد السوداني مرشح الإطار؟ تفضل. طبعا اقصاء واضح للمستقلين في اختيار شخصية من شخصيات الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، وعدم تداول اسم الشخصية المرشحة من قبل المستقلين داخل الإطار التنسيقي أو التحالف الذي سيمضي بتشكيل حكومة. هذا اقصاء واضح للمستقلين، وعدم استماع لمبادرة المستقلين، بل هنالك نكث لبعض العهود والمواثيق التي أطلقت من قبل زعماء سياسيين، قالوا بأننا سنمضي باتجاه انفراج سياسي من خلال تمكين المستقلين من إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة المقبلة، باعتبار الوضع الراهن يتطلب أن يكون هنالك حلول وسطية وأن تأتي شخصية غير جدلية لرئاسة الوزراء. هذا ما جرى اليوم من إعلان الإطار التنسيقي بأن مرشح رئاسة الوزراء هو من ضمن قوى الإطار التنسيقي. خلي أحط خطين جوا شخصية غير جدلية. سيد عدنان، سيد الجابري، شنو تقصد شخصية غير جدلية؟ هاي ما أقدر أعبرها. الشخصيات الجدلية هي الشخصيات الغير مرضي عنها بداخل البيت الشيعي، باعتبار رئاسة الوزراء عرفا هي للمكون الأكبر الاجتماعي الأكبر في العراق، وكثير من الشخصيات قد لاقت رفضا من زعامات سياسية عراقية وزعامات دينية، وبالتالي هذه الشخصيات الجدلية ينبغي أن تترك المجال لدماء جديدة، وخصوصا الشخصيات المستقلة التي لا غبار عليها، التي لم تكن يوم من الأيام شخصيات جدلية في الساحة السياسية الشيعية على أقل تقدير.
شنو 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 تقصد شخصية جدلية داخل البيت الشيعي؟ يعني هسه مرشح اليوم شخصية جدلية داخل البيت الشيعي، ما هو المعلوم انه اكو اجماع شيعي او مو اجماع شيعي، خلي اقول اكو اجماع اطاري على هذا الاسم. لو انت فيما يخص البيت الشيعي تقصد اطار تيار. لا، احنا اذا اردنا ان نتحدث عن الاجماع الشيعي، هو لا يوجد اجماع شيعي باعتبار اكثر من 180 نائب شيعي في البرلمان لم يؤخذ رايهم في موضوع من سيرشح لرئاسة الوزراء، وخصوصا ان اغلب الكتل الناشئه الشيعيه غير ممثله في هذا الجانب في الاطار الشيعي، وايضا هنالك الكثير من المستقلين الذين لا يعلمون شيئا عن مجريات الترشيح داخل الاطار التنسيقي، بالتالي لا نستطيع ان نقول هنالك اجماع شيعي، بل هنالك اجماع من قبل قوى الاطار او شبه اجماع من قبل قوى الاطار على ترشيح هذه الشخصيه. نحن نختلف مع الترشيح بمنهج الترشيح، آلية الترشيح، كان المعول أن يكون هنالك انفتاح أكثر على النواب المستقلين، انفتاح أكثر على القوى الناشئة، وأن تساهم القوى الناشئة والنواب المستقلين في اختيار أو في تسمية رئيس مجلس الوزراء. طيب، عدم معرفة المستقلين بهذه التفاصيل مثل ما تحدث الآن، هذا يعتبر مع احترامي لكم ضعف من قبل المستقلين؟ لو هذا يعتبر تقصير من قبل اللجنة السباعية اللي شكلت داخل الإطار التنسيقي لترشيح اسم معين لرئاسة الوزراء؟ طبعا اللجنة لم تنفتح على القوى السياسية الناشئة ولم تنفتح بصورة جدية على المستقلين، واكتفت بتمثيل شكلي لبعض القوى المستقلة، وبالتالي تمكنت من فرض إرادة الإطار التنسيقي على مجمل المكون الشيعي وعلى مجمل أعضاء البرلمان الشيعة، ومضى رئيس أو كلف رئيس مجلس الوزراء من قبل الإطار الشيعي. لكن هل سيدعم هذا المرشح من قبل كل النواب الشيعة؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن هنالك معارضة قوية ستكون داخل مجلس النواب من قبل القوى الناشئة والمستقلين. أها، شنو تقصد بالفرض؟ يعني مو اتفاق؟ لا، احنا اذا اردنا ان نحصي ممثلي الاطار التنسيقي على عدد النواب، هنالك الكثير من النواب غير ممثلين داخل الاطار التنسيقي، لذلك لم يؤخذ رايهم في هذا الموضوع. طيب، انا ارجع لك سيد فهمي، كنت تتحدث سيد فهمي عن بعض التفاصيل من ضمنها مكافحه الفساد او بعض المعرقلات التي ستواجه رئيس الوزراء، شنو تقصد بهذه التفاصيل؟ تفضل. يعني هسه ما تفضل بي الاخ عدنان يشير الى انه المشاكل الكبرى السياسيه الاوليه، يعني حتى هذا الترشيح الاولي الابتدائي يبدو حيواجه مشكله حتى ضمن قوى الاطار، بعض الاطراف اللي ممكن ما عنده مشكله بالاطار، يعني ضمن النواب اللي هم قريبين من الاطار اللي يبدو ياخذ رايهم، ناهيك عن الاطراف الاخرى، فاذا احنا هذه مرحله اولى حتواجهها مراحل اخرى قد يواجه بها صعوبات. اثنين، هاي المشكله تجي البنيويه في الحكومات التوافقيه. الان البلد اي ميدان من ميادين تحب تحقق تقدم، سواء في تامين الخدمات، سواء في اصلاح الدوله، سواء في حصر سلاح بيد الدوله وجماعات، انت لابد ان ستاخذ خطوات حتتعارض او تتقاطع بهذه الدرجه او تلك مع بعض اطراف القوى السياسيه المؤثره. شنو تقصد؟ يعني هسه احنا نجي على الفساد، الفساد هو مو اشخاص، الفساد منظومات. والفساد يعني المنظومات نعرف ماكو قوه سياسيه بهذه الدرجه او تلك ما متورطه، هاي نعرفها كل زين. ها؟ فهل ممكن الرئيس الوزراء على افتراض انه عنده الرغبه والجاد يقدر يذهب وبالنتيجه يحرك ملفات كبرى قد تدفع الى ان يعني تاشر الى تورط هذا الطرف او ذاك من الاطراف المهمه؟ اللي جايب هيش تكليف اكيد عنده، مثلا نقدر نقول نحط فرضيه ايجابيه مثلا. خوش، هو يقدر، هو يريد، هو يريد، هو عنده افترض يريد. زين، هل سيقدر يمضي قدما بهذا الموضوع؟ ما احنا شفناها مثلا بوزاره الصحه عندما جاء السيد في حينه اصطدم وبعدين اضطر يستقيل، ها في عينه. فاذا هنا حتصير الان هاي القيود اللي اقولها، حيصطدم بهذا الملف، حيصطدم بهذا القوى. اثنين،
حيصطدم ايضا اذا بالقضايا السلاح وجماعه السمع المسلحه، حيصطدم ايضا ببعض الموضوع، حيصطدم ايضا بتحقيق الاستقلاليه التامه والامتدادات. فهذه انا اقول هذه المحددات لمساحه التحرك. اذا هو راد يخرج منها وعنده اراده قويه فلازم يامن له سند كافي لاجل ان يتغلب على المقاومه اللي حتظهر. هنا حيقودنا الى قضيه اخرى. الان تشكيله الحكومه، الاخ يحكي على تشكيله الحكومه، شنو تقصد لازم يامن له السند؟ انا اقول لك شنو هذا الظهر القوه اللي... السياسيه يعني خل نميز اليوم مراكز القوه بالبلد هي مو كل عند السلطه يعني مؤسسات الدوله، خلينا نقول اكو قوه كبيره موجوده عند الاحزاب، مرات موجوده عند الجماعات المسلحه، موجوده عند منظومات عديده. وهذه رئيس الحكومه عندما يقدم حيصطدم بهذه المنظومات، وهي راد له قوه سياسيه، قوه سياسيه. هاي القوه السياسيه يمتلكها هو. يعني الان اجيب لك مثال واحد، المفروض كان الاطار هو يحدد برنامجه الاطار ويكلف رئيس الوزراء بهذا الاطار. عليكم ورحمه الله، تفضل سيد رحيم. يا مرحبا. المفروض ان الاطار هو يحدد مشروعه ويكلف رئيس الوزراء، وحيكلفه غير. المفروض رئيس الوزراء ينطلق من هذا المشروع ويدخل التفاصيل. ليش هاي ضروريه؟ لان هذا حتلزم الاطار وقوى الاطار بما بمول المشروع بالموضوع البرنامج. الان حيترك البرنامج لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء حيسوي برنامج وما يجوز يوافقون عليه، بس هم ما الزموا نفسهم، القوى السياسيه ما الزمت نفسها، وبالتالي في درجه دعمها لرئيس الوزراء حتكون تعتمد. ساعة الساعة إذا فشل يتخلصون من رئيس الوزراء وهو مشكلته. فلذلك أريد أقول أنه رئيس الوزراء البرنامج حاسه حيجيب الأخوة يقولون مستقلين. المستقلين ترى هي مقضى التكنوقراط، رجاء أنه هاي لازم نشيلها القطنة من أذننا. لأن أنا أتحدث عن وزير مو هو الشخصة، هو الوزير يكون كفو وجيد وعلى الرأس، بس هذا الوزير لأجل إدارة وزارته ويواجهة كل مراكز القوة الموجودة بالوزارة، يراد القوة، يراد الحزب وراء، يراد التنظيم وراء. هذول هسه الآن حتى هذا ينطبق على السيد السوداني، السيد السوداني من حينفذ حيضطر أن يستعين بالدعم السياسي مع قوى الإطار. هسه هذا بعد بمجمل الحديث صار عندي خلاصة سؤال، الحكومة القادمة راح تقدر تغادر معادلة التوافقية اللي تثير حفيظة الجهات الأخرى؟ شو تقدر تغادرها؟ هي جت بتوافقية. هي تقدر تحسنها، هي تقدر تخفف منها. ما هم يسمون التوافقية بأكثر من لون وأكثر من شكل وأكثر من تسمية. هي يعني الآن أنتم لاحظتوا أنه حتى في داخل الإطار يبدو صار القرار أما بالدائرة الأضيق مو الدائرة الكل، مو يسموها هذا حسب الحديث هسه. زين. زين. هذه اللي اختاروه يعني ينطوه طليق الحركه استاذ السوداني، اذا هو طليق الحركه والله جيد على طريق، بس هو باش عقبه من يريد يقدم على خطوه، وهي جماعه الاطار او بعض قوى الاطار مو كلهم ما مأيدي يعني تضر مصالحهم حيأيدوه ما ينطق بدعه، فهو ما يقدر يعني حتى هذا حتحدده. فأنا اريد اقول هذه المحددات الموضوع سلفا. هسه الان هو يقدر يتجاوزه بشرط واحد، ان هو لازم يتكئ على اسناد اخر اضافي، مو بس اسناد قوى الاطار، يعني اسناد شعبي، اسناد قوى اخرى. فهنا حتبدي اذا هو ايش قد ينجح في ان يمد الجسور اولا مع القوى الاخرى المتحفظه عليه والمتحفظه، لان الجسور مقطوع الان، وايش قد حيقدر من الجسور مع الراي العام الشعبي اللي هو الان هو كلش غاضب واللي عنده فاقد الثقه، ايش قد حيقدر ينجح في ان يمد الجسور ويستعيد بعض الثقه ويتكئ عليها لاجل المضي قدما في اجراءات اذا يريد يخرج من معادله الاطار ومحدداته. جيد جدا. سيد رحيم ارحب بك، الله بالخير. الله بالخير. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، لو بعد اكو مراحل ليحسم هذا الملف، اتحدث عن مرشح اليوم، ايش قد عنده مقبوليه، ادوات نجاح، النقطه المهمه اداه اقناع الاخرين في ان تكمل هذه المهمه. يعني هسه اكو تحليل اخر يقول لك هذا يعني اوكي هو مرشح، لكن هذا بيان اطاري تنسيقي، يعني وين المشكله؟ مثل ما احنا سمعنا عن اسماء اخرى في الايام الماضيه. تفضل سيد رحيم. شكرا استاذ، حياك الله. مساء سعيدا عليك وعلى دكتورنا العزيز وزيرنا السابق والاخ العزيز الضيف الكريم ومشاهديكم. في الحقيقه يعني البيان كان واضح ان هذه الشخصيه شخصيه اجماع لدى الاطار التنسيقي، وبالتالي هذا الاجماع اعتقد هو فيه مسؤوليه تترتب على الاطار وعلى قوى الاطار المشاركه في الحكومه القادمه.
بالتالي أي خلل أو زلل في أداءات الحكومة هي ستطيح بمن يقف خلفها. هذه نقطة رصد، يبيض يسود ما بيها مجال. هذه المرحلة هي مرحلة إثبات وجود وإثبات لقضية أن من يؤسس لحكومة يجب أن يكون متبني لها وأن يقف خلفها وأن يتحمل في حالة النجاح وفي حالة الفشل. النجاح آباؤه كثر ولكن الفشل الكل يتنصل عنه، وبالتالي علينا اليوم أن نحدد هذه المرحلة كمرحلة انطلاق، أن اليوم نريد أن نكون حكومة خدمات، حكومة خدمية. واقعا هي نحن بحاجة العراق بحاجة إلى هذه الحكومة. أرجوك الأمنية أحترمها، لا لكن حكومة الخدمات الكل يتحدث عنها، حكومة خدمات على أمد 20 سنة تمام. 18 سنة ما شفنا خدمة، خلينا نتركها. تفضل سيدي. لا نتركها. نعزز أن تكون هذه الحكومة حكومة خدمات وإلا مصيرها الفشل. أي أن برنامجها، البرنامج اللي راح يقدمه السوداني، يجب أن يكون واقعي 100%، يجب أن يكون مختصر مفيد. هو يقدمه لو الإطار يقدمه؟ لا هو يقدمه. نعم الإطار يكون مسؤول عن أداءاته والفترة الزمنية لكل باب من أبواب هذا البرنامج، ولكن عليه أن يؤكد أنه مستحق لهذا المنصب، أنه قادر على إدارة البلد بشكل حقيقي، أنه ليس جاء بمزاج سياسي لأداءات مرحلية كما تفضل ضيفك الكريم. لا، اليوم هو إما أن يعني يطوي صفحة الماضي ويبدأ بصفحة جديدة عنوانها أن الكل في خدمة الشعب العراقي. شنو يعني يطوي صفحة الماضي؟ شنو يبدأ بصفحة جديدة يعني؟ الصفحة الجديدة تعني أننا نبدي عقد جديد مع الشعب العراقي. العقد انتهى، العقد السياسي والمجتمعي مع الشعب العراقي انتهى، وبانت هذه بشكل كامل وواضح بان الانتخابات. يقول لك العقد الجديد، انا اريد اسم ما معروف، اسم جديد، اسم مستقل. شنو اللي سوينا؟ مستهدف لي اسم المرشح؟ ابد اخ عزيز، لكن يعني انا احلل لك اللي يقال هسه. مثلا ما هي الرؤى السياسيه اليوم؟ يقول لك احنا من نجيب واحد يعني ما عنده ذيك الكاريزما السياسيه، ما عنده ذاك الباع الطويل في المنظومه السياسيه، بالتاكيد سيسقط بسهوله. وبالتالي احنا ما ناتي بشخص متمرس من الخط الثاني، له كاريزما، له وضع، له اداءات. هسه بقدر ما هو عنده هذه المقومات انه شخصيه غير جدليه، يعني مقبول من الجميع، له حضور في الساحه السياسيه، له مقبوليه عاليه، بالتالي هذا يعزز حظوظه. اضف الى ذلك اليوم هل الكل هم في قضية الحكومة؟ أبدا، نحن كحكمة خارج حوار الحكومة. نعم ندفع باتجاه أن تكون هناك حكومة وحكومة قوية، يجب أن يتحمل الإطار مسؤوليتها. الحكمة وين؟ والله 10 علامات تعجب، وياهم عليهم، الحكمة وين واقفين؟ لا هو احنا دين نقول لك، انا جاي اقول لك احنا حوار الحكومة ندفع باتجاه ان تكون حكومة وبأسرع وقت ممكن، لانه هذا يعني مطلب جماهيري اليوم. بدون حكومة لاكو موازنة، لاكو تشريعات، البرلمان منشغل، البرلمان نفسه ما قادر يؤدي اداءاته الحقيقية بالتشريع وقضية ان يستلم دوره بشكل مهني، لان ماكو حكومة يراقبها. الحكومة تصريف اعمال، شو يراقب من عندها؟ يعني اليوم حتى اداءات الحكومة هذه هم خلف الله عليها جزت لنا المرحلة. بالتالي هل من الممكن أن نرى محاسبة؟ هل نرى أمور أخرى في البرلمان؟ لا قطعا لا. لكن لما تكون حكومة شرعية منتخبة تأتي من تحت قبة البرلمان، لا، هنا نقطة سطر. يجب أن تكون هنالك مراقبة حقيقية، يجب أن يكون هنالك أداءات تختلف عن ما في السابق، وإلا فإن خلي أشرك بالحديث نائب المستقل عدنان الجابري فيما يخص الأداءات والعقد الجديد وحكومة خدمات. تتفائلون بهذا الكلام كمستقلين حضرتكم؟ نعم، احنا نعتقد ان المرحلة الماضية هي مرحلة احتكار للقرار السياسي من قبل شخصيات متعددة على كل المستويات، يعني لكل المكونات. الان بقيت هذه حالة الاحتكار، كنا نأمل ونعمل على ان يكون او نقلل من حالة الاحتكار للقرار السياسي، وان يكون للقوى الجديدة والقوى المستقلة دور في القرار السياسي العراقي، لكن يبدو ان المرحلة المقبلة هي كسابقاتها، وان الحكومة المقبلة ايضا كسابقاتها، ما لم يستطع رئيس الوزراء المكلف بالتحرر على شنو استندت والتوجه التوافق على شخص رئيس الوزراء هو بداية غير مشجعة. لو كان هنالك انتخاب، يعني اجتماع للنواب،
وانتخاب رئيس الوزراء ربما ستكون البداية مشجعة، لكن توافق من قبل قادة محددين هو بحد ذاته خطوة غير صحيحة وخطوة كالخطوات السابقة في تشكيل الحكومات السابقة. طيب انت قلت البقاء على حالة الاحتكار، هذا ياخذنا لماذا؟ هذا شنو توقعاته؟ شنو نتائجه؟ يجوز هم جماعة محتكرين فيما يخص رأيهم الذهاب إلى حكومة خدمات، الذهاب إلى 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 عقد جديد مثل ما تحدث السيد رحيم، يجوز هذا شكل احتكارهم، شنو شكل الاحتكار اللي تشوفوه بعينكم؟ هو الشخصيات التي شكلت الحكومات أو الشخصيات التي سمت رؤساء الحكومات السابقة هي ذات الشخصيات نفسها، والمنهج نفس المنهج، هو منهج احتكار القرار السياسي وتسمية رئيس المجلس الوزراء من قبل هؤلاء المعدودين. بالتالي لا يوجد تغيير، كان الشعب العراقي يطمح إلى التغيير، كان الشعب العراقي توجه إلى القوى الناشئة، إلى القوى المستقلة، وأيضا إلى المرشحين المستقلين أو الوجوه الجديدة داخل الكتل السياسية التقليدية آملا بالتغيير. لكن يبدو أن الوضع سيبقى على ما هو عليه. نحن لا نقدح بشخصية الشخصية المكلفة، لكن المنهجية هي ذات المنهجية، لذلك لا نتوقع أن يكون هنالك تغيير على المستوى الخدمي، تغيير إيجابي، ولا لن يكون هنالك تغيير أيضا إيجابي على المستوى السياسي، وربما لن نشهد حالة استقرار كما كان مؤمل. حسب قراءتك وتوقعك، تتحدث بالتوقعات، راح يتم إشراككم في تشكيل الحكومة المقبلة؟ ولو عرض عليكم بعض المناصب تذهبون للموافقة للتوافق، لو لا الابتعاد؟ لا، هي رؤية المستقلين واضحة، إما أن نمكن في الجهاز التنفيذي أو نمكن في الجهاز التشريعي، وهذا واضح جدا للقوى السياسية. الآن لم نمكن في الجانب التنفيذي، وتم اختيار شخصية لرئاسة الوزراء هي ليست من الشخصيات المستقلة بل من الشخصيات الإطارية. اليوم نطالب أيضا، نعمل على أن يكون هنالك تمكين للمستقلين في مجلس النواب من خلال انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من القوى السياسية المستقلة، من القوى الناشئة، من الوجوه الجديدة، يعني ممن يتبنى المعارضة. طيب ايش تتصور استحقاق تشكيل حكومة بما أن تحدثنا عن الوزراء؟ ايش قد ممكن يتأخر لو خلص الأمور ماشية إلى 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 التنفيذ والذهاب إلى التشكيل؟ ايضا هنالك حديث عن التوافق على اسم رئيس الجمهوريه، ولو هو قبل تقريبا نص ساعه البارتي يقول لا احنا ماضين او بعدنا متشبثين فيما يخص اسم السيد ريبير احمد. طبعا رغم اني غير متفائل بالمرحله المقبله، لكن من الحاله الايجابيه انه وصلنا الى مرحله الانفراج في الأزمة السياسية، وتكليف شخصية رئيس الوزراء ستعمل بشكل يعني إيجابي على حلحلة موضوع رئاسة الجمهورية، لأن أعتقد بالإمكان عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال عدم توافق أو توصل البيت الكردي إلى اتفاق سيأتي الحزبين الكرديين بمرشحين اثنين رئاسة الجمهورية، ويتم التنافس داخل قبة البرلمان. طيب أتوجه لك سيد رائد فهمي، هذا ذهاب إلى حل سياسي لو تعقيد سياسي فيما يخص الترشيح، البعض يقول لا هذه انفراجة والحمد لله تقدمنا إلى الأمام خطوة ليست بقصيرة. ممكن صح نشوف ردود الفعل الأخرى، نشوف يعني خاصة تيار صدي شنو حكم موقفه من هذه العملية. بس أنا إذا أقول شنو تتصور موقف تيار؟ يعني هو سابقا ربما كان عنده تحفظ، مو على الشخص، يعني كل جزء يعتبره، إذا اعتبر أنه هو حظي بموافقة السيد المالكي، إذا حسب على المالكي جزء كشكالية مثلا، يعني أنا بدي أفترض شيء واضح، أو إذا اعتبر أنه له هو يقول أنا مستقل، يقول أنا كذا، فتعتبر شلون حينظر إلى هذا الترشيح؟ يعني هل يعتبره هو يعني محسوب على السيد المالكي تماما وعنده حريه، ام هو لا مستقل؟ من وجهه نظرك شنو رده الفعل المتوقعه؟ وجهه نظر سياسي.
والله يجوز حيفسح للمجال، يجوز يفسح المجال، يجوز تحفظ او يدي شروط. ها تيار صدر يعني ياكد على الشروط اللي خاله يعني يحكم عليه من خلال هذه الشروط. ها يعني ما يسقط الاحتمال كليا، يعني يجوز احتمال هذا زمان ما اقدر احكي نيابه عنه. ها بس تدري وضع البلد وغيره، وجوز ما يريد يظهر تيار صدر انه هو معرقل كل شيء عدمي يعني بالموقفه. يقول انا قلت الشروط وانا لا يزال متمسك بالشروط اللي ذكرتها، ويحاسب ويحاكم في ضوء شقد حيلتزم من خلال برنامجه، من خلال تشكيلة حكومته، شقد تنسجم مع هذه المطالب اللي موضوعها. طيب انا اللي اقول نقطة مهمة يعني. احنا دائما نركز على الحكومة وغيرها، ترى هي البلد هي أزمة بلد وأزمة عملية سياسية. وهاي الحكومة في أحسن الأحوال، هي طبعا ما حد يقدر حتى في أحسن الأحوال أن تحل المشاكل. لكن هي اللي إذا أريد لها أن يكون لها أفق، أن تفتح أفق، أن هي تبدي أن تضع الأمور على السكة. يعني وهي على السكة أنا برأيي انتخابات مبكرة لازم تصير. ها مسج قد تصير، لأنه المعادلة هي كلها بالبلد الآن مراكب زين. ها يعني وبالتالي يعني أحد العناصر إنه كيف تهيئة الأجواء عندما تصير انتخابات قادمة تكون أفضل الأجواء. اثنين، أن تضع السكة في استجابة للطلبات الأساسية للبلد وللحاجة. يعني البلد اقتصاديا ترى بده ينهار، ما علينا بالاسعار، بده ينهار من ناحيه انه من 20 سنه اذا ننظر البلد الان ما عنده قدره ان يستجيب في حاله انهيار اسعار النفط وتراجعه، ما متمكن. فلازم نبدي بسياسات تنمويه حقيقيه، هاي السياسات التنمويه مو بس تعتمد على رؤيه، تعتمد ايضا على جهاز دوله قادر على تنفيذها. جهاز الدوله اليوم بيستخدم استشراء الفساد وهذه غير قادر، غير قادر. فهل هاي الحكومة قادرة تبدأ الطريق في التصدي لمراجعة وإصلاح بنية الدولة وإصلاح أيضا وتخليصها من عملية الفساد أقول توجيه ضربات؟ هل هي قادرة على رسم خطوات عملية لسياسات توسع القاعدة الاقتصادية للبلد؟ هل هي قادرة على أن تبني وتكرس العلاقات المنطلقة لمصلحة العراق مع دول الجوار دون الدخول بالخضوع إلى التجاذبات؟ هل هي قادرة على أن تبني مؤسسات؟ إحنا ما عندنا مؤسسات. فإذا أزمة إحنا حنحكم على هذه الحكومة يعني من منطلق هي تقربنا لو تبعدنا من إمكانية إيجاد التغيير اللي نحكي عليه. لأن المنظومة الحالية مال 18 سنة أثبتت فشلها، وأثبتت أنه هي تؤدي الآن، هي وصلت إلى مرحلة تصدعات ومرحلة تشققات. وأنا قلت لك يعني محمد أكو مظاهر تحلل أيضا موجودة بالوضع، مبالي بالانقسامات السياسية بالسياسة الطائفية، لازم نخرج من عباءة الطائفية، لازم نخرج من السياسات اللي تؤدي على العصبوية، نضع الطريق على حقوق دولة مدنية حقيقية. طيب هذه هي التحديات. طيب أنا خلي بس عفوا عذرا المقاطعة أرجع للسيد عدنان لأني يريد يغادرنا حتى يبقى باقي الوقت لكم ضيوف أعزاء. سيد عدنان، نفس التساؤل، هذا التساؤل اليوم الشغل الشاغل في أذهان الجميع، يعني مو وسط إعلامي ولا طبقة سياسية ولا بس مجتمع، قد يكون حتى دول محيطة دول إقليمية، ما المتوقع من ردة فعل التيار الصدري إن وجهة نظرك؟ خلي أقول أنت أقرب للحدث فيما يخص الحديث السياسي وما يدور خلف الكواليس. احنا عندنا المعلن انه التيار الصدري حاط شروط، التيار الصدري بتحليل اعلامي صحفي وضع الاطار في مرحله الاختبار او الامتحان. انتم من وجهه نظركم السياسيه، خلي اقول المستقله، ماذا تتوقعون من التيار الصدري؟ هذا واحد. اثنين، ما الذي يثير امتعاض التيار الصدري؟ تفضل. نعم، اعتقد سماحة السيد الصدر قد يعني اشار في بعض التغريدات والمواقف السابقه الى رفض بعض الشخصيات باسمائها. وعندما تطرح شخصيه مرفوضه من قبل السيد الصدر حتما سيكون هنالك استفزاز لجمهور التيار الصدري، لذلك يفترض ان تراعى هذه النقطه. النقطة الثانية هي أن شنو يعني تراعى هذه النقطة؟ الآن ربما قبل النقطة الثانية، أعتذر عن مقاطعتك، اسم اليوم مستفز للتيار الصدري لو لا؟ شنو تقصد تراعى هذه النقطة فيما يخص؟ أعتقد رفض في تغريدة سابقة سلا أذكر
تاريخ، لكن أذكر أن قرأت أن هنالك تغريدة قد رفضت هذه الشخصية. بس لا نعرف مدى المستجد في هذا الموضوع. والنقطة الثانية أن أتوقع أن التيار الصدري سيراقب وسيهدأ خلال الفترة المقبلة، لكن هذا الهدوء ستتبعه عاصفة. هدوء الذي يسبق العاصفة، هاي يعني شنو اللي راح يحرك هاي العاصفة؟ طبعا أداء الحكومة وأيضا تحرر رئيس الحكومة من القوى السياسية، وأن يعمل، يعني أنا أتفق مع الطرح اللي طرحه الأستاذ رائد فهمي أن شخصية رئيس الوزراء يجب أن تحظى بدعم شعبي وأن يمد جسور التعاون والتفاهم مع القوى السياسية، جميع القوى السياسية وخصوصا القوى الناشئة والقوى المستقلة، لغرض المضي بحكومة خدمية وأيضا تحقيق متطلبات العيش الكريم للشعب العراقي. ما هو هذا هنا إمكانية الحكومة. هنا الأسئلة الصعبة اللي لازم يعني يعبرها الإطار اللي وضعها التيار، هاي الأسئلة وضعت من قبل التيار، مو نفس المرشح، مو السيد السوداني، أي مرشح اليوم قادر على أن ينجح بهذه الاختبارات، هذه النقاط التي ذكرتها؟ يستطيع أن ينجح إلى ما تحرر من القيود والقرارات السياسية الغير مدروسة. ما هو شلون يجي شلون رشح له ما هالقرارات؟ اعتمد على، وأنا أنا 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 قلت في بداية الحديث أن الخطوة الأولى هي خطوة غير صحيحة وهي خطوة الترشيح، لكن الآن رشح وكلف بتشكيل الحكومة. هنا يعني احنا بعد بنينا على خطوه خطا، لكن بامكان تصحيح هذه الخطوه، وهي عدم التقيد التام بمقررات الكتل السياسيه، وان يمضي بحكومه قادره على خدمه المواطن بالدرجه الاساس، وبالتالي يعني بامكانه ان يستطيع ان يهدئ الوضع العراقي، وايضا يطمئن الشركاء السياسيين، يطمئن القوى السياسيه بانه يستطيع ان يمسك زمام الامور، وانه متحرر من القيود التي قيدت يعني الحكومات السابقه. سؤال اخير، اني اعرف وقتك ضيق، اليوم الشيخ الخزعلي بعد التهنئه للسوداني يقول نتامل من الجميع ان يعطي الفرصه ويقدم له المساعده، هاي الرساله لمن من وجهه نظرك السياسيه؟ طبعا رسالة للجميع باعتقادي، باعتبار لحد الآن غير مضمون تحقيق الجلسة بنصاب ثلثين، وهذا أيضا تحدي أمام يعني أمام البرلمان، أمام القوى السياسية بالمرحلة المقبلة. ربما لن تكون هنالك جلسة باعتبار أن هنالك ممكن أن يكون هنالك ثلث معطل. فبالتالي ربما رسالة الشيخ الخزعلي للجميع بالتعاون لحضور الجلسة وتمرير مرشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح رئاسة الوزراء. أما إذا ما فشل البرلمان ثلث معطل، وهم اليوم يعتبرون كتلة المطلوب. أكبر شون ثلث معطل؟ أكو اليوم هم الإطار يعتبر كتلة أكبر بعد انسحاب الكتلة الصدرية من داخل مجلس النواب. وإن كان الجلسة بنصاب كامل بحاجة إلى 220 تقريبا 220 نائب، وبالتالي القوى السياسية التي كلفت رئيس الوزراء هي لا تمتلك هذا العدد، وبحاجة إلى يعني ما يحقق ال 220 الإطار، عمل مع القوى السياسية الأخرى. لا، ما ممكن تحقيق 220. أها، نعم، ليست بهذه السهولة. نائب المستقل السيد عدنان الجابري، أنا أشكرك الشكر الجزيل، شكرا لتواجدك وإيانا بهذه الحلقة. أرجع للسيد رحيم. سيد رحيم، حسب علمك أخبار تقول أن السودان اجتمع قبل أيام بمسؤولين في التيار الصدري وحصل على ضمانات بعدم عرقلة ترشيحه، بالمقابل أكو أخبار أخرى تقول الإطار لم يرسل طلب للحنانة أصلا لمعرفة موقف زعيم التيار الصدري مقتدى صدر من مرشح رئاسة الحكومة القادم. حسب معلوماتك الإطارية
شنو؟ لا يعني صراحة احنا ننتظر تغريدة من سيد الصدر، هو معروف سيد شو الصدر، شو ننتظر تغريدة تقول ما هو عنوانها، راح نعرف احنا هو موافق أو غير موافق. حقيقة هاي نقطة. النقطة الثانية، لا صراحة سيد يعني السوداني قريب جدا من الإطار، يعني ما علي هذا الفيتو للإطار لو للتيار، عفوا للتيار، تيار زين، يعني ما عندهم ذيك التاتش وياه او فد شيء. وبعدين هو من انسحب، يعني هاي الانسحابه فادته هواي، اصبح مستقل، اصبح له جناح سياسي منفصل. نعم البعض قد يقول بالولاءات، ولكن حقيقه الامر اليوم الشخصيه السياسيه التي بناها سيد السوداني مختلفه جدا في الواقع الذي نعيشه. شلون؟ وهذه مقبوليه، المقبوليه ما بين الفرقاء السياسيين مقبوليه عاليه جدا. يعني اعتقد الدكتور رائد يعني يتفق معي بهذه النقطه. اليوم هذا الاجماع لم يكن هيك وليد اللحظه او وليد صدفه، لا، الرجل بنى بناءات سابقة وبالتالي هو يحصدها اليوم. يعني هذا واقع حال نعيشه في الساحة السياسية، أنه أنت كل ما تزرع تحصد. هذا الإجماع اللي صار داخل اللجنة، اللجنة الإطارية الداخلية. لا لا لا، ليس فقط اللجنة، لا الكل. ما أنا عندي سؤال بهذا الموضوع، حتى الانسحابات لأني أنا أفسرها على أنها هي مقابل أن الرجل يستحق هذا المنصب. يا انسحابات سيد المرشحين تقصد؟ نعم المرشحين. وبالتالي اليوم لا نركز على هذه القضية الشخصية بقدر ما نركز على البرنامج، كما قال الأستاذ رائد. البرنامج يضع، يجب أن يضع المنظومة بمجملها على السكة. يا سيدي الكريم، اليوم هناك فشل سياسي يجب أن يعالج. الفشل السياسي إن لم توضع له علاجات حقيقية في ظل منظومة متفاعلة وغير متقاطعة تبحث عن الاستقرار السياسي ولا تبحث عن التجاذبات السياسية، والهم لا يكون هم فئوي، يكون هم وطن، يكون هم بناء دولة، هذا هو ما يعول عليه في المرحلة القادمة. إن لم يختلف هذا الحوار وإن لم يختلف هذا السجال، سوف يقع الآخرون والجميع ومن ضمنهم الإطار في مطب كبير. سيد رحيم، يعني تحدثت بنقطة جدا مهمة فيما يخص انتظار التغريدة. هاي التغريدة المنتظرة من قبل السيد رحيم ينتظرها، السيد رحيم ينتظرها، لو الإطار كله ينتظرها. والله أعتقد أنا صراحة عن نفسي أعتقد أنا أستطيع أن أعمم. ليش؟ لأن إحنا يعني عشنا في ظل حوارات كثيرة. التغريدات لعبت دور كبير في قيادة المرحلة. بالتالي ما يعزز أنه هذه التغريدة مهمة جدا لبيان أنه ما القادم، ما سيكون القادم، ما هو حوارنا في الساحة السياسية، كيف يمكن أن يعني نصطف بشكل حقيقي ونؤسس لقرار سياسي ممكن أن ينفع البلد وينفع الشعب العراقي. هذه الحكومة يجب أن تقوم، ويجب أن يكون هناك رئيس وزراء. وهذا الرئيس الوزراء بالمناسبة أعتقد أن أكبر تحدي له هو أن كيف ينجز في العراق، وليس يعني خارج العراق. بالمناسبة خارج العراق كله يبحث عن استقرار العراق. ليش؟ لأنه العراق اليوم معول عليه في أن يردم جزء من الفجوة في إمدادات الطاقة. وبالتالي إن لم يستطع العراق أن يكون مستقرا في ظل دفعات دولية تجعل له المناخات السياسية والمناخات الداعمة له، أعتقد لن يستطع العراق أن يقوم بمفرده لهذا الأداء. الأداء المنتظر من العراق أن يطور منظومة الإنتاج النفطي وأن يعزز من صادراته، وبالتالي هذا الأمر أعتقد غاية في الأهمية للولايات المتحدة، للدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، يعني حتى أوبك نفسها. يعني اليوم المنظومة إذا 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 جاءت هاي التغريدة مناوئة ولا تتناسب مع النفس الإطاري، شنو موقف الإطار؟ تغريدة الصدر اللي تنتظروها، شو راح يكون موقف الإطار؟ شوف، هي بيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون مع أو لحظة أنا أكمل لك، أو أن تكون مع ولكن أو أن تكون بالضد. هذه ماكو غيرها هذني. أنا أعتقد للمرحلة ولحراجة المرحلة لن يكون في بالضد سيد الصدر. ليش؟ لأن تعودنا من سيد الصدر أنه دائما يدفع باتجاه التهدئة، باتجاه أن يكون هنالك موقف موحد. ويريد، كان يريد الأغلبية، وبالتالي عنوان الأغلبية، ومن يبحث عن الأغلبية يبحث عن الأداءات ولا يبحث عن التمترس. فاليوم إذا كان عنوان التمترس فإحنا بكارثة، لكن عنوان الأداءات وعنوان أن يدفع باتجاه أن تكون هناك حكومة واقعية
وتستطيع أن تمد الجسور كما قال الدكتور راهب. نعم حكومة تلبي الطموحات، على أقل تقدير طموحات سيد الصدر أنه يكون هنالك منحى جديد في الأداء الحكومي. قبل شوي أنا ضحكت، تصورت راح تسألني ليش تضحك، ضحكت مو كانت استهزاء بالله الكريم، لكن موضوع التغريدة يعني صدق تغريده وحده تغير معادله اطار تنسيقي. لا لا مو معادله اطار، لا لحظه. طيب شلون راح يقدر الاطار يمضي بتشكيل حكومه؟ لحظه لا انت اخذتها من غير باب. لا انت اخذتها من باب كأنه هو الحاكم الناهي. لا لا شوف، انسحابه السيد الصدر من المنظومه لا يعني انه ترك الساحه السياسيه، فهو راي مهم، والاطار التنسيقي عزز هذا مرارا وتكرارا في خطابه، وبالتالي هذا امر غايه في الاهميه. نبحث عن الاستقرار السياسي، اذا يجب ان يكون الجميع ينصهر في بوابه فكك ليها. بس باختصار هو مو بالبرلمان شلون يعني؟ لا اليوم الاداء الشعبوي للكتله الصدريه واضح في الساحه السياسيه. لا يستطيع ان احد ان يزيح هذه او ان يعني يستبدل موضعها بنفسه، مستحيل. وبالتالي علينا ان نكون واقعيين من خلال القراءه السياسيه. يعني اليوم اذا ما كان دور للكتله الصدريه شلون راح تلعب صح؟ ما تلعب صح. هي اللعبه السياسيه عباره عن ان كيف تكون مقنع للاخرين. مقنع شلون؟ الرجل ساد ابوابه، الرجل انسحب من داخل مجلس النواب، تواصل ماكو، شلون راح يقنع هذا الرجل؟ أو اللي هو جهه مهمه يعني، جهه ليست بالسهله. لا هي مو قضيه ليست بالسهله من باب انه يريد ان يفرض ارادته، لا لا ننظر انه دائما نضع الاطار حاله تشنج ما بين الاطار وما بين كانما هي كسر عظم الى هالدرجه. التشنج واضح، التشنج صح لحظه مو هو اليوم لما انسحب السيد الصدر هو خلص يعني ادى دور بانفراجه كبيره في المشهد السياسي، بس ما حد يستطيع. هو انسحب لكن ابقى شروط. اي لا بأس. اذا هذه النقطة ان كيف يمكن ان يتوائم الجميع وفق معادلة تمزج ما بين الشروط وما بين معطيات الساحة السياسية. هم بعد هالمعادلة غريبة بالنسبة لي انا شخصيا، شلون ما يفتر الاطار، شلون ما يفتر لازم يرجع للحنانة. او لا بأس. هاي البوصلة شلون راح تعاملون اياها؟ اولا حتى انا اكون منصف. اي اولا احنا حتى لا واحد يقول ايش دعوه هالقد انتم مهتمين بقضيه الحكومه، انتم مو من ضمنها يا اخي. شوف اليوم انتم مو من ضمنها، بس انتم بالاطار اللي هو اليوم مرشح هذا الاسم. لا هو شوف مهم جدا اليوم ان كيف تكون الاداءات السياسيه بالنسبه للتمحور السياسي. اليوم قال لك الاستاذ رائد قضيه نبتعد عن الطائفيه وعن كذا، لكن نبحث عن عناوين اساسا ان الدستور. يعني قضيه اليوم الاغلبيه وعنوان المكون الاكبر يعني هي واقع لا يستطيع احد ان يعني يبتعد عنه، ومن يقول بغير ذلك فهو واهم. وبالتالي السيد الصدر يعني بحث عن هذا، وكان دوره في انه ان يكون هناك 50 نائب اكثر من هؤلاء من الاطار التنسيقي معه في ظل معادلته، لكن هذا ما تحقق. بالتالي هو يبحث عن علاج للواقع السياسي. هذه الرؤيه وهذه النظريه اعتقد يتفق معه الاطار التنسيقي بشكل كبير في ظل ما يدور في الساحه السياسيه. طيب سيد رائد فهمي، انت ضليع في التجربه السياسيه منذ تاسيسها بصراحه. الاطار قدم او حيقدم تنازلات للشركاء، ايش قد مقدار هاي التنازلات من وجهه نظرك؟ البعض يقول انه حتى تنجح هاي الحكومه، حكومه الاطار، لازم تقدم بالمقابل تنازلات. شنو هاي التنازلات اللي لازم يقدمها الاطار حتى ينجح بحكومته؟ يعني هسه خليني اقول واضحين. الان نتحدث تيدون يدعمون قدره السيد السوداني يتقدم الى الامام. ترك بكره بيد الحكومه. اليوم اذا نتحدث انا اخذ بس مفرده الفساد على سبيل المثال. شنو العواقات، شنو القضايا بالمرتبة بالفساد؟ هسه مشاريع الحكوميه يقال تحال وفق مكاتب اقتصاديه. مكاتب اقتصاديه بيد الاحزاب مو بيد الحكومه. فاذا هاي القوى تقول لي على التنازلات مو؟ اذا هاي القوى جاده وتربط الاقوال بالافعال، اول خطوه ان تعطل المكاتب الاقتصاديه وتخلي الامور تمشي. اثنين ان تطير حريه الشخص. بالمقابل هم يقول لك لو كانت حكومه اغلبيه راح تقدر تعطل هاي المكاتب. هسه يعني هذا الكلام ينطبق على الجميع. اي قوه سياسيه يقول تريد اصلاح وتريد تعدل لازم تربط الاقوال بالافعال. زين وانت من يصير عندك سلطه تنفيذيه؟ بعد ما عادي من حاسبك على قولك؟
حاسبك على فعلك. هذا الكل شيء. فالان انا اقول بما انه السلطات مو فقط بالحكومه، هم لا يقولوا انه هيك ترى القوى هاي كلها موجوده بالدوله. مؤسسات الدوله تحكمها هاي القوى السياسيه المتنفذه. انت عندك وزير، ما عندك وزير، انت عندك مدراء عامين، انت عندك موجود بالدوله. واليوم انت اليوم الدوله هاي اقول بها مستشره بها هاي المظاهر اللي نعرفها من فساد الى اخره. اي اصلاح، اي رئيس وزراء يجي، اي رئيس وزراء يجي، اذا هاي القوى نفسها ما تقدم الدعم وتسهم والساعده، هنا هاي كلمه المساعده اذا تحدث بها السيد الخزعلي، المساعده فالمساعده تجي هنا، مو المساعده السياسيه بس، المساعده في ان يفكك المنظومات الفساد، ان يفكك المنظومات اللي تعطل عمل الدوله ويخليه يشتغل على مود يبني مؤسسات دوله حقيقيه. اليوم اللي الان كلها توافقات وكلها خارج المؤسسات، وهذا المحك لمستقبل العراق، مو قضيه الحكومه متى تشعر بشيء. فالحكومه حتى حتحكم بالملاذ اذا هسه حنتجرد من المواقف الشخصيه وكل هذه، خوش حنعطي نفترض نعطي حسن النيه كامله للحكومه. فيحكم عليها في ضوء خطوات اللي تاخذها في كل هذه الحقول، في قضايا الاصلاح، في قضيه السياسيه، في قضيه الاقتصاديه، في قضيه التماس يعني تحسس مشاكل الناس وكيفيه تقديمها. هذا النقاط. انا اجيب مثال مهم واقول لكم اليوم الحكومه ضمن الاتفاق الغذائي هذا مال الامن الغذائي قرروا يعطون 1000 درجه مو لكل محافظه اعتقد هسه شنو شو بده يصير هذا؟ صار يحكي هذه الان بده يباع الدرجات قاعد تباع الان 1000 درجه محافظه واحده باول ساعات عشرات الاضعاف عشرات الاضعاف سوى حتى اللينك بعد ما نزل هسه اقول لك السعر ما نزل ما نزل هو قبل ما ينزل فهذه الطريقة هاي الطريقة هي تقرأ الكتاب من عنوانه زين هذا شنو هاي؟ هاي الألف حلق من؟ والآن حصير بالأساس مادة للإثراء على حساب الناس وأنا هذا أخذ كمثال طيب. وأخذ كل مشاعر أخرى فأنا أقول هل رئيس الوزراء هذا يجي أي كان من كان يقدر يعالج هذه الظاهرة وحده؟ ما يقدر يعالجها إذا مو كل القوى السياسية اللي عندها تمتلك سلطات بالدولة أن تتضافر معه وهي على كل السلطات كل السلطات الوسطى والسلطات المحلية والهيئات المستقلة طيب. أكو نقطة جدا مهمة يعني الثقة المفقودة نعم غياب الثقة اليوم شلون راح يدفع لي أن تنجح هذه بالفعل. الحكومة بس تحدث لي عن هاي النقطة لازم فعل قوي يعني تعطي إشارة أولا فعل اقتصادي خلينا نقولها يتعلق بحياة الناس اليوم أكو تضخم كبير اليوم أكو بطالة كبيرة اليوم أكو خدمات سيئة أي من هاي المفاصل أنت تقدم على خطوة بين ملموسة وتحقق هذه قد تفتح الطريق قضية الفساد قضية تغول الدولة على المواطن العلم يعني اليوم المواطن أتحدث عن عدم ثقة ما بين الطبقة السياسية الطبقة السياسية. السياسية الطبقة السياسية غياب الثقة ما بين قوى سياسية شلون راح يدفع بمهمة النجاح أولا يقولون على المشاركة الحقيقية مو شراكة المشاركة الحقيقية شراكة بالقرار شراكة بالفعل وهذا هاي بيد رئيس الوزراء بالدرجة الأساسية عندما يرسم توجهاته مو كافي أنه هو من يم يسوي التوجهات إذا ما يمهد لها أيضا بالشعب اللي بيشراك سواء الحلفاء القريبين وحتى ربما اللي مو حلفاء باعتبار قضية الوطن إذا نهج التعامل والجدية بالتعامل هذا ويا فعل هذا قادر سيد رائد فهمي سكرتير حزب الشيوعي العراقي أنا أشكرك الشكر الجزيل سيد رحيم العبودي عضو تيار الحكمة شكرا جزيلا لك كان معنا النائب المستقل عدنان الجابري شكرا لك أيضا شكرا لكم مشاهدين الأكارم لحسن الإصغاء والمشاهدة إلى اللقاء